أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إسرائيل والفلسطينيين إلى استغلال فرصة الهدنة في قطاع غزة من أجل المضي قدما باتجاه مفاوضات أوسع نطاق. وفي مقابلة مع البي بي سي قال كيري إن الوضع قد يدفع الجانبين إلى التركيز على ضرورة التفاوض بشأن حل الدولتين. من جانبه أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشخ أن الوفد الفلسطيني إلى القاهرة لبحث وقف دائم لإطلاق النار بغزة لم يتلقى ردا رسميا إسرائيليا على المطالب التي تقدم بها إلى الجانب المصري. وأوضح الرشخ في تصريح صحفي أن الوفد الفلسطيني قدم مطالبه إلى الجانب المصري الذي بدوره سيعرضها على الإسرائيليين للتفاوض عليها. في هذه الأثناء قالت رئيسة المكتب الميداني الذي تديره منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في غزة إن أكثر من 400 طفل قتلوا في هجوم إسرائيل على القطاع، وأن نحو 400 ألف أصيبوا بصدمة ويواجهون مستقبلا قاتما للغاية. وأضافت وهي التي ترأس مكتبا ميدانيا تديره اليونيسف في غزة إن إعادة بناء حياة الأطفال ستكون جزءا من جهد أكبر بكثير لإعادة بناء القطاع بمجرد أن يتوقف القتال بصفة دائمة. وفد طبي رسمي متخصص واستعانة بخبراء أجانب لتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، هذا ما كشفه الوزير شوقي العيسى في مقابلة خاصة مع وطن للأنباء. وقال العيسى أن طاقم الحكومة سيجمع كل الأدلة والوثائق التي تثبت جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة بشكل دامغ، كما ستستعين الحكومة بخبراء في أنواع الأسلحة المحرمة دوليا التي استخدمتها إسرائيل في القطاع. ستشكل الحكومة طاقم طبي متخصص لجمع كل المواد والوثائق التي تم جمعها في قطاع غزة كأثباتات وأدلة، وستستعين بخبراء في أنواع الأسلحة المحرمة دوليا التي استخدمت هذه المرة أكثر من السابق. والحكومة والدولة الفلسطينية تقوم بكل الإجراءات اللازمة هذه الأيام لمعاقبة إسرائيل من خلال المحاكم الدولية والانضمام لميثاق روما. وأمام معتقل عوفر غربي بتونيا نظمت القوى الوطنية والإسلامية اعتصاما تضامنيا مع الأهل في قطاع غزة، وأيضا لتسليط الضوء على واقع الأسرى في معتقلات الاحتلال. المشاركون في الاعتصام دعوا المجتمع الدولي للتدخل وتحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين. كشف مدير هيئة الضرائب الإسرائيلية موشي أشير إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر الشهر كلف إسرائيل أكثر من 15 مليار شيكل. وأوضح أشير أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كلف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 4.5 مليار شيكل، أدت لفقدان 0.5% من الناتج القومي الإسرائيلي. وعلى صعيد الساحة الفلسطينية بدأت حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية في السوق المحلية بالتصاعد، حيث أعلنت العديد من المحال التجارية مقاطعتها للبضائع الإسرائيلية وعدم ترويجها في السوق المحلي. هذه الحملة جاءت بعد أن كشفت العديد من التقارير أن الكثير من عائدات هذه البضائع تذهب لدعم جيش الاحتلال وتطوير معداته العسكرية التي يستخدمها في قتل الفلسطينيين. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.تي في. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.